سريعا كده رأيكم في مباراة النهاردة والفوز المعنوي اللي حصل. يعني احنا مش بنزيط ولا نهلل، لكن طبعا هو فوز بالتأكيد معنوي ليس إلا، يعني ما فيش أي بقى حاجة بنحتاجها، لكن في إيجابيات حصلت في المباراة. أعرف رأيكم برضو من خلال متابعتكم لهذه المباراة. أستاذ عبد بص يا كابتن، العنوان الكبير عودة ذاكرة الانتصارات. الزمالك في الفترة اللي فاتت دي كلها كان إخفاق واحد تلو الآخر، وحالة غضب وحالة عدم رضا من الجماهير ومن الإدارة، وكل الناس ما كانش راضي على النتائج. إنك أنت تعود الانتصارات في مباراة أفريقية بدون هدف، يعني تحصيل حاصل، لا المريخ ليه هدف ولا الزمالك ليه هدف، الصعود اتحسن بالنسبة للمجموعة. فلكن عودة الانتصارات بالنسبة للزمالك ده كان المحاولة لتصحيح المسار. احنا محتاجين الزمالك يفوز، مش مهم في هدف ولا مش هدف، بس عودة ذاكرة الانتصارات دي شيء مهم جدا لتصحيح مسار وتنشيط ذاكرة الانتصارات لفريق كبير في حجم نادي الزمالك. البطولة الماتش النهارده فيه ايجابيات كتيرة جدا. الايجابيات اللي في المباراة النهارده انا شايف حالة التعاون بين اللعيبة. رقم اتنين، في لعيبه تقدموا نفسهم بشكل طيب في هذه المباراه، زي نصر منسي. نصر منسي اثبت انه مهاجم وراس حربه كويس جدا، خطير على المرمى، بيعرف يسجل اهداف، بدليل انه انضم لقائمه اصحاب الهاتريك الموجودين في نادي الزمالك. الكابتن جمال عبد الحميد والكابتن عبد الحليم علي هو رقم ثلاثه في اللي سجلوا هاتريك في تاريخ الزمالك في البطولات الافريقيه. تمام، ماشي. فده مكسب من مكاسب المباراه، نصر منسي. اثنين، بالحاج برضو مكسب من المكاسب هذه المباراة، بدليل ان المنسي قام بدور مهم في الملعب، صنع اهداف لاول مرة مع الزمالك، اداؤه كان مقنع، اداؤه محتاجه الزمالك. فبالحاج بذاكرته المنتاليتي الاسباني اللي عنده، هقول انها مكسب كبير للزمالك في الفترات اللي جاية، على الرغم من عدم رضانا على الخروج من البطولات والنتائج في الموسم ده، لكن ده وارد، بيحصل في كل الفرق في العالم، ان يحصل فيه اخفاق. وانا دايما شعاري كابتن في الاخفاقات بقول الكبار يتعثرون ولا يسقطون. ليفربول المتعثر اللي كان بطل اوروبا وبطل الدوري الانجليزي مع محمد صلاح صاحب الارقام القياسيه. من المكاسب ايضا في هذه المباراه عبد الله، محمد عبد الله، او عبد الله محمد، عبد الله محمد اللي هو الناشئ اللي لعب رقم 10. تمام، ده مكسب من المكاسب الكبيره. ده ابن من ابناء النادي، وانتوا اكيد طبعا حضرتك في قطاع الناشئين متابعينه اكتر مننا. تمام، اثبت ان وجوده مهم، اكيد، وان قطاع الناشئين في الزمالك هو اللي فيه الكنز الكبير. هو اللي فيه الكنز اللي يقدر يخدم ويقدم نجوم يستفيد منها الزمالك في البطولات الكبيره، في الدوري وفي الكاس وفي افريقيا. زي ما قدم الزمالك نيمار ويوسف اوباما. النهارده عبد الله محمد برغم قصر الفتره، ولكن بصمته وضحت وده يحسب ليه، وصنع هدف الهدف في اللحظات الاخيره لاحمد عبد المقصود، والحقيقه برضو هو دفع بيه في وقت قصير صحيح، ولكن اثمر عن وقناعته بقدرات اللاعب.